اسمك الموسيقى؟ أبو روين عباس، منخرط فريق شباب محمدية. إذن أنتم اليوم كمنخرطين في أي إطار التواجد لكم في تدريب فريق شباب المحمدية؟ احنا دائما طلت أسبوع وماشي طلت أسبوع من البداية فاش بدا التدريب الفريق، احنا مواكبين التدريب يوميا، كنجيو كنحضروا نشوفوا الفريق فين وصل وفين غادي الطريق ديالو عن قرب، ونشوفوا المدرب كيفاش كيتعامل مع اللاعبين ديالو. ولقينا صراحه لقينا انسجام كبير، ولقينا بانه لا انضباط كبير داخل الفريق. في برنامج لمحمد يابريس البارح في برنامج ملفات ساخنة، استضفنا أمين متوكل رئيس المنتدب ورأي ورشيد شيوخ الأمين المال السابقين اللي تم تشطيب عليهم. هاد الناس هادو اتهموا الرئيس بأنه كيقوم بقرارات انفرادية وعمل اختلالات في ميزانية النادي، وأيضا كيقولوا عدم القدرة دياله في التسيير، وأن التسيير ما كيقومش به هو، كيقوم به ناس أخرين. انت كمنخرط الراي ديالك في الرئيس ديال شباب المحمديه؟ قبل ما نجاوبكم على هذا السؤال هذا، انا احنا قرينا في واحد الجريده هذا اليوم بانه منخرطين اشباح، وحنا كنتكلم فاش قلت على منخرط احنا ماشي اشباح، وهاد الناس هادو هما كلهم هاد المنخرطين وقعوا كلهم كيستنكروا. المنخرطين الحاليين ديال شباب المحمديه الحاليين كيستنكروا هاد الكلام اللي تدلى في هاد الصحيفه هادي 14. وباش نتكلم باش نوضح فهاد الاجراءات اللي غتقوموا بها، ربما هاد الناس هادو غادي لانهم اشباح خصو يعرفوا راسهم واش اشباح ولا لا، اذا باقي القرارات غادي ياخذوا قرار جماعي باش غادي اجتماع باش يقرروا اشنو غادي يقوموا بهاد الرد ديالهم فهاد الصدد هذا. وفي هاد الموضوع هذا هاد السيد اللي صرح في هاد الجريده هادي كيدلي بانه في الاول بانه عنده 14 المنخرطين منضمين معاه كيوقفوا معاه، وفي الاخير كيقول لهم بانهم اشباح. اذا هذا في حد ذاته تناقض ساخر اللي كيبين بانه الكلام كله غير مضبوط غير مصطنع. هذا هو الكلام. والرد على السؤال ديالكم هو بانه الرئيس كيسيروا ناس اخرين وما قادرش انه يسير. اليوم كنت فاجئ بالصدفه في حضور محمد يابريس في تدريب الفريق انه قال ان الحضور ديالو للتدريب يعني غادي يكون باستمرار، ما غاديش تبقى العشوائيه اللي كانت. بطبيعه الحال الرئيس الان خدا على عاتقه زمام الامور، وكيحضر يوميا حتى هو التدريب، واقف على المسائل الفارق بيدو. لانه علاش؟ لانه بزاف الناس دلاو بانه الرئيس كما جاء في تصريح النيل ديال الجريده بانه السيد دائما غايب طوله العام الا في شهر رمضان الكريم، ولهذا الرئيس بغى يبين بانه قاد على المسؤوليه، قاد على المسؤوليه بكل معنى الكلمه. داكشي علاش هاد الناس هادو اللي صرحوا. ورجع للكلام، عاود سمح لي رجع للكلام بانه هاد الناس اللي دلاو بهاد فهاد الصحيفه هادي الجمع العام فاش تعمل وعرف بانه هاد المنخرطين غير شرعيين، اذا هذاك الجمع العام في حد ذاته غير قانوني. كان كان هو الانسان صريح وبمعنى الناس بان الكلام ديالو يكون معقول وباش الناس تاخذ بانه الكلام ديالو مضبوط، كان يقوم ديك الوقت ويصرح قدام الصحافه وفي الجمع العام بانه هاد المنخرطين غير شرعيين. ما كانش يدخل في المكتب. تناقض كبير، لانه السيد دخل المكتب كرئيس منتدب، فكيف يعقل بانه عارف راسه بانه شبح ودخل المكتب والمكتب داز عليه شهر، عاد الناس حيدوه من المكتب، عاد دلا بهذا التصريح هذا. اذا في حد ذاته هذا الكلام كله غير مقبول وغير قانوني، وكيدل على ان الناس ما بغاوش القافله تمشي، بغاو دائما يعملوا العصا في الرويضه. انتم كمنخرطين وكجمهور ايضا لشباب المحمديه كتشوف التسيير ديال الرئيس مؤخرا وديال باقي اعضاء المكتب المسير بصفه عامه؟ صراحه هذه ما غندليش بها انا، هذا يمكن يدليو بها جميع المحبين للفريق الحقيقيين والناس ديال اللاعبين وكل مكونات الفريق. لانه الان صراحه الانسان باغي يمشي في واحد الطريق منتظم،
واضح بمعنى الكلمة، لأن كل واحد غادي ياخذ العمل ديالو اللي قوم به في النطاق اللي عطاه الرئيس، المهام اللي عطاه الرئيس يمشي كل واحد وعنده المكانة ديالو، ما يبقاش داك الشيء عن لزمن الفوضى والعشوائية في تسيير شباب المحمدية. صراحة هذه كتدل، هذا راه باين بانه الرئيس جا باغي يعمل فريق ديال شباب المحمديه، وباش عجب الناس والمسؤولين على المدينه والناس المنخرطين ولا جل اللي متابعين هذا الفريق هذا، بان السيد قال بانه الى ما طلعش الفرقاق غادي نحط البريقات ديالي، لانه جاي ما باغيش يبقى فريق على طول ولا يدير الديكتاتوريه. هاد السيد هذا باغي يقوم بالعمل ديالو لاجل الفريق لاجل المدينه، وهذا العمل هذا كيبان الناس المحبين، وهذا لان عندنا واحد المكتب دابا تعمل واحد الملعب لا يكون خاص بفريق شباب المحمديه، خطوه ما عمرها ما كانت صراحه، ها هو عملها ما عمرها ما كانت، دازوا رؤساء وما عمر شباب محمديه كان عندها مكتب، كان شباب محمديه الوراق ديالها كيدخل في اطار التنظيم. هذا هو الانسان اللي كيقول لك الانسان ما كيعرفش يسير، احنا كنتكلم معك تنقول لك الانسان كيفاش بغى يعمل، وها هو كيبان على الصعيد اللي معمره ما تجلى، جاو دازوا رؤساء. رئيس عازم كل العزم انه شباب المحمديه زمام الامر بيدو، ما يبقاش خارج على ذلك، لانه كان عنده حسن النيه وكان عمل خلى هذا، ولكن واسفه. إذن كلمه للجمهور ديال شباب المحمديه، وكلمه للناس اللي ربما كاين اللي جالسين في القهوي وعباركين هاك ورق. احنا صراحه لا، كاينين ناس، كاين جمهور غيور على الفريق، وحنا كنناشدوهم من هذا المنبر هذا باش تكاتف الجهود ويجيو الفريق ديالهم باش يرجع للمكان الاصلي ديالو، لان الابواب مفتوحه، والدليل على ذلك الرئيس فتح باب الخيرات للجميع يتحمل المسؤوليه. شكرا. لان الفريق دابا الان بغيناه يرجع للمكانه ديالو هذا، وخص الانسان الضافر الجهود، وبارك علينا من الكلام الخاوي، وبارك علينا من الكلام القهاوي، خص الانسان يجي للعين المكان، عنده شي افاده يعطيها الفريق، ما عندوش يسكت ويربي يديه، خلي الفريق يمشي في الطريق الصحيح. وحنا الان حنا ضد كل واحد، كل من خول له الدماغ ديالو باش غادي يدخل لهذا الفريق وغادي يخرقوا، راه حنا غنكونوا ليه بالمرصاد. اذا هذا كان كلام احد منخرطي شباب المحمديه، شكرا على الكلمه ديالك. ما احنا مازال عندنا ما نقولوا، راه كل الكلام كيجي بالوقت ديالو، كل حديث حديث، لكل حديث حديث، وحنا عندنا الكلام ومازال نحلوا ملفات ساخنه باش تسمع فيها كل شيء المحمديه، تعرف شكون الناس اللي كانوا دائما ضد هذا الفريق، ما عندهمش مصلحه في الفريق، عندهم المصالح الخاصه. وحنا وهذا السيد هذا اللي دلع عليا انا شخصيا باني انا كناخذ 20,000 ريال انا، انا كنشتغل في الفريق والناس اللي بغاوني نشتغل مع الفريق، ماشي فضلت نفسي، اما هما كان كياخذوا بالملايين كياخذوها وكيخدموا بها مصالح خاصه لهم، واش مازال غادي نذكروه؟ علاش قلت الابواب باقا مفتوحه وعندنا ملفات ساخنه اللي غادي نوريها، اما يربعوا يديهم ويخلوا الفريق غادي في الطريق الصحيح ديالو، ولا اما غادي نفرشوا كل شيء بهذا اللفظ هذا، غادي نفرشوا كل شيء وغادي نقولوا ما اللي ما يقدرش يتكلم عليه بنادم غادي نقولوا. حنا الان وما ذلك في هذه الفتره هذه، يعني حتى هذا الكلام هذا كيأثر ربما على اللاعبين، يعني كل واحد خاصو يحاول انه يعني يهمد الطرح كما كيقولوا. حنا اللاعبين بالعكس، اللاعبين كانوا مقلقين، وحنا ردينا لهم هذا الرئيس صراحه رد لهم الاعتبار ديالهم وتكلم معهم بكل شفافيه ووضح لهم الامور. حنا الكلام ديالهم ما كيهمناش، وحنا التصريح بغينا نقولوه غير بغينا نردوا لهم العقل ديالهم ويبعدوا على الفريق، لان الفريق ما هذا الكلام كله اللعابه ما يتكلم اللعابه ما كيترينيو في راك تشتي بعينيك، والناس عامل اطار الرعد طبعا، والناس سهل باش الرعد الواحد يقنعو انه والناس جاو وعلى راسهم محمد فراس دائما في كل يوميا كيحضر الملعب وبغى يزود الفريق بعض اللاعبين من المدرسه ديالو ديال الاشبال، بغى يعطيهم الفريق، وانتم كتشوفوا كلكم كتشوفوا بانه الصوره هنايا اللاعب عسيله هنايا
كل شيء اللي داير بالفريق ولاد الفريق ولاعبي القدماء. حنا ما جبناش شي واحد من برا ودخلنا الفريق، حنا جو الفريق لا على اش درنا هادشي. حنا ما كنعملوش نجيبوا واحد من برا باش يركب الطوموبيلته ويمشي لبلاصه اخرى حتى واحد. حنا بغيناهم يكونوا هنا ولاد المدينه باش يتلاقاو مع ولاد المدينه في المقاهي وفي الازقه باش يسقسيهم ويسولهم. حنا ما كنخبيو حتى شي حاجه، وهذا اللي حبينا حنا كمنخرطين في هذا الرئيس هذا، لان عنده الشفافيه والوضوح، واي قضيه يبغى يعملها الا بالتشاور، بالتشاور من كل النطاق. من حقه يعمل كبعض الديكتاتوريين اللي كيعمل بوحديته، ولكن هذا الرئيس بغى يحيد هذا اليوم كل شيء واضح، كل شيء بغى يحيد هذا الشيء. المحمديه بعد الجمع العام الاخير كل شيء واضح، هذا الشيء هذا كل شيء بغى يحيده. وهذا السيد هذا الرئيس هذا عنده راه كيسير ثلاثه الشركات، فما بالك ما يسيرش فريق؟ هذا لا يعقل، هذا كلام الازقه، هذا كلام المقاهي، هذا هو اللي كاين واضح. وحنا عندنا مازال ما عندنا ما نقولوا، هذا غير تصريح بسيط باش نوضحوا للناس راه حنا واقفين وحنا ضد اي واحد، لا حنا لا جمهور. والجمهور دابا كل شيء ويدور في المحمديه كلها، الجمهور راضي على الرئيس وراضي على الفريق دابا الان في هذه المسائل ديالو، ومازال غادي تشوفوا غير اللي ما عجبناه غادي نفقصوه. شكرا على الكلمه، لكن حتى ايش كان نعمل.